غلط غلط يا عزة، انت استعجلتي بدون داعي. استعجلت؟ حرام عليك يا مختار، كل ده بتقول عليا استعجلت؟ بقالك شهرين راميني تحت رجليها، عمال اخدمها وحفظها كاني بربيها من جديد، وكل ده واديك شايف مفيش فايده. مفيش فايده ازاي؟ حصل تقدم رهيب واستوت على الاخر. استوت؟ قول استوت في الكفر، في الزندقه اللي في دماغها، في الرؤيه والتصوف وكشف المستور. لا وكلكم وابوها، شلا يا ابوها قال ايه؟ قال ابوها ولي من اولياء الله الصالحين، والله ما حد ابتدى الموضوع دوت ودخله في دماغها الا انت. كان لازم ابتدي معاها كده، والا ما كانتش هتيجي وما كناش هنعمل اي حاجه. يا سلام، واحنا بقى عملنا حاجه؟ ما احنا ما عملناش حاجه لحد دلوقتي، اهي متدروشه وهتفضحك انت بالذات قدام الناس. لا لا مفيش فضايح ولا حاجه، كل حاجه تحت السيطره، انا عامل حساب على كل حاجه، واهم خطوه هتحصل بكره ان شاء الله. المهم يعني الحوار انتهى على ايه؟ هينتهي على ايه؟ ما انت عارفها قعدت تعيط لها عيوطين وسرحت في الكلمتين وقعدت تصلي لحد ما تتخمد. ده هي تخمدها ونخلص. أبويا وحشتيني يا فاطمة. وحشتك انت اللي وحشتني يابا، كان نفسي ألمح وشك. وهتعملي ايه بوشي يا بنت رضوان؟ لهوي يابا، هو انا ليا في الدنيا دي غيرك يابا؟ ده انا سبت الدنيا كلها من ساعه ما سمعت رسالتك. واتجوزتي مختار وجيتي هنا مخصوص علشان تثبتي لي انك حفظتي العهد وصمتي الامانه. اه والله ده اللي حصل، انا حافظت على العهد وصمت الامانه. والله يابا مستنيه منك كلمه رضا. مين انا بقى تبقي قاعده في محراب طاهر زي ده ومستنيه كلمه رضا من الشيطان؟ شيطان؟ لا يابا اوعى تفتكر ان انا صدقت كلام عزه. لا لا صدقي يا فاطمه، صدقي كلام عزه وبصومي بالعشر عليه. ايه اللي بتقوله ده يابا؟ بقول الحق يا فاطمه، الحق المداري ورا طوب الباطل ومستخبي وراه. يا بنتي الابلسه اللي كانوا حواليكي في صاله بطه نواعم دي شياطين تافهه وصغيره ومقدور عليها، لكن الشيطان الاعظم ما بيسكنش في صاله راس يا فاطمه، ولا بيقعد على باب خماره، ده بيبني مسجد كبير وبيلبس ثوب التقوى والايمان. الشيطان عالم يا فاطمه ومذاكر كويس قوي، واول باب بيدخل منه هو باب الحق والخير والاستقامة. أنا مش فاهمة حاجة. هتفهم يا بنتي، كلها دقايق وتفهمي كل حاجة. بس خلي بالك يا فاطمة، الامتحان صعب وطويل ولازم يا بنتي تحلي لوحدك. لوحدي؟ يعني أنت هتسيبني تاني يابا؟ مش مسموح لغششك، لكن مسموح لفكرك بآية واحدة من اللي انت حفظتيهم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 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 ويمكرون فاطمة. ويمكر الله. فاطمة انت فين؟ والله خير الماكرين. ويمكرون فاطمة. ويمكر الله. فاطمة والله خير الماكرين. والله خير الماكرين. فاطمة ابويا ابويا. فاطمة بسم الله ما شاء الله، شكلك كده نلت المراد وربنا أكرم عليكي برؤية لمولانا الشيخ رضوان، صح؟ دلوقتي بس عيني فتحت وشفت ملامحه، شفت وش مختار الحقيقي كأني بشوفه لأول مرة. الابتسامة الجميلة اللي فتحت نفسي على الدنيا فجأة لقيتها ابتسامة تعبان مخبي السم تحت أسنانه.
أعوذ بالله من شر السم والتعابين. بس ليه ده كله يا ست فاطمة؟ دي الرؤية ما قالتش حاجة. الرؤية كشفت لي كل حاجة، حتى مختار فسرها لي بلسانه. فسرها إزاي؟ بالطلب اللي طلبه مني. الصحافة يا حبيبتي. وأنا مالي ومال الصحافة؟ مالك ومال الصحافة إزاي يا ست الكل؟ أنت ناسي أنت كنت مين وضحيتي بإيه عشان طريق التوبة والالتزام؟ أيوة، بس دي حاجة بيني وبين ربنا. وربنا سبحانه وتعالى قال: وإما بنعمة ربك فحدث. وربنا أنعم عليكي بأعظم نعمة في الوجود، يبقى يجب عليكي تبلغي الناس بنعمه وتشهري توبتك وإسلامك للدنيا كلها. إسلامي؟ ليه؟ هو أنا كنت كافرة يا مختار؟ يا فاطمة، كنت في جاهلية وضلال، كنت عايشة في مجتمع فاسد وجاهل ومحكوم بقوانين الشيطان والعياذ بالله. الشيطان؟ الشيطان عالم يا فاطمة، ومذاكر كويس قوي، وأول باب بيدخل منه هو باب الحق والخير والاستقامة. والحق أحق أن يتبع. الناس عايزة تشوف بطنة واهم اللي قضت عمرها كله سكر ورأس وعربدة، بعد ما تعبت ورجعت إلى الله وعرفت طريق الحق وبقت الشيخة فاطمة الروبي. أنت بقيتي حجة، مثل يهتدى بيه يا فاطمة. يا فاطمة، أنت نجحت في الامتحان، والناس كلها لازم تعرف تجربتك ويقتدوا بيكي. الامتحان صعب وطويل، ولازم يا بنتي تحلي لوحدك. مش مسموح لغششك، لكن مسموح لفكرك بآية واحدة من اللي أنت حفظتيهم: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هي دي الآية اللي فوقتني يا توحة وفهمتني كل حاجة. فهمتك إيه؟ مختار ما كانش عايزني يا توحة، لا، ولا كان عايز الهداية وطريق ربنا، لا 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 لا، كان عايز يستعملني ورقة رخيصة عشان يرضي نفسه والسياسة. سياسة؟ سياسة إيه؟ هو مش دكتور؟ وفي تنظيم سري. ما صدق بقى شاف الرقصة المذبوحة قدامه وعرف حكايتها من موسى، حب بقى ايه يعلن توبتها من بيته عشان يرضي الناس والارهابيين. ارهابيين؟ يا خبر اسود. طب وانت عرفتي ده كله ازاي؟ مكرت، مكرت يا توحة، ونفذت المختار كل اللي هو عايزه: اضواء وتلفزيون وحوارات صحفيه ومهرجان كبير عندي في البيت، والكل بيسمع ويسجل حكايه بطه نواعم اللي ربنا كرمها ووقعت في ايد الدكتور مختار، الراجل الصالح بتاع ربنا اللي خلاها تعتزل الرقص وعلمها اصول الدين والعقيده وهداها لطريق الحق والايمان، وندمت على حياتها القديمه وعرفت ان الاسلام هو الحل والاخوان هم اصلح ناس لحكم الناس والبلد كلها. وبقيت واحده منهم واهم واحده في ستاتهم. في 3 شهور بس بجند امهات واطفال، وديهم كل يوم كشف بأسمائهم وأسرار بيوتهم كلها. ايه ده؟ ايه الجمال ده حبيبتي؟ ايه العظمة دي كلها؟ تصدق اللي انت عملتيه ده؟ كنا بنقعد سنين عشان نعمله وما يطلعش بالنتيجة الهائلة دي. كله بفضل الله ونعمة بالله. اقول لك على حاجة يا حبيبتي، تعرفي ان تجربتك انت بالذات هتأثر في الدعوة تأثير ملوش حدود. هو فين التأثير ده وفين النصر ده؟ وما النصر الا من عند الله. النصر جاي، جاي قريب قوي، كلها أيام، وحتشوفي طوفان الدعوة بينتشر في مصر كلها. ما أنت ما بتقوليش حاجة، اجتماعات وتليفونات وما بتقولش حاجة. هقولك يا حبيبتي، هقولك على كل حاجة في وقتها. وبعدين واحنا هنقضيها شغل ولا إيه يا فاطمة؟ ما تيجي بقى نحتفل بنجاحك. أقولك حاجة، أنت وحشتيني قوي. يا لسه فاكر؟ انا ما اقدرش انساكي ابدا.
تعالي ما تكسفيش. المفتاح، قضيت الليلة كلها وعيني ما غفلتش عن المفتاح. حطيت له ملون في الشاي واتسحبت ودورت لغاية ما لقيت الصندوق الأسود اللي بدور عليه. وقلبي ما كدبش عليا، كشوف سريه بكل بلاوي التنظيم وصفقات السلاح والتمويلات المشبوهه اللي جايه من بره والاسماء المطلوب اغتيالها والترشيحات السياسيه والجواسيس اللي شغالين معاهم وخطه الضرب وهروب المساجين وبلاوي بلاوي ملهاش اخر. يا خبر اسود، وخدتي الورق المنيل ده؟ اه، وكان نفسي اهرب بيه توح لكن ما عرفتش. استنيت لغايه الصبح ما طلع، وجات عزة خدتني على المسجد وسربته. سربتيه ازاي؟ كلمت البت نوسة، جات خدت الورق مني لغايه مهرب من المختار. والله برافو عليكي. طب والبت نوسة خبت الورق فين؟ مش مهم الورق خبته فين، المهم ان انا ما عرفتش اهرب من المختار. عرف كل حاجه وخلى عزة تراقبني وتوديني البيت. فين الورق؟ فين الورق يا بت؟ انت اللي خدتي الورق واياكي تنكري، فاهمه؟ ايوه ايوه، انا اللي خدت الورق ومش هتعرف مكانه فين لو قتلتوني. انطقي، يعني كل ده كان تمثيل؟ التوبة والالتزام كان تمثيل عشان تختعيني يا سفلة يا مجرمة؟ أنا اللي مجرمة؟ أنتوا المجرمين وسفلة وزبالة. أنا اللي بجدع الناس بكلام ربنا بالقتل والسياسة؟ اوعى كده يا مختار. قتل ايه يا بت؟ ما تفوقي، انت هتهب منك ولا ايه؟ ولا انت فاكره نفسك رابع العضويه يا روحي؟ لا يا حبيبتي، فوقي يا بنت المكذوب. المكذوب ده هو اللي توبني. ابوك مات في معتقلات الحكومه اللي احنا بنحاربها يا جهله. فرار يا بت، فرار يا بت. هقول، مش هقول لو قتلتوني. مختار، ريح نفسك انت، سيبني انا اتصرف معاها. محدش يعرف وجعت الست إلا ست زيها. استني عليا. تلات أيام، تلات أيام يا توحة، بيقطعوا في لحم زي الكلاب السعرانة. هم نفس الستات اللي علموني كلام ربنا، هم اللي ضربوني وقطعوني وشدوا شعري وشالوا ضوافري، كووني بالنار. يا رب يا رب يا رب. يا رب يا رب. شهرين شهرين يا فجرة، شهرين وانا عمال اخدم العلمة الرقاصة وعمال احفظ وادلع وطبطب، وانا النار بتغلي في قلبي، بتغلي من الرقاصة اللي بتنام في حضن جوزي. ولا بنت خلاص، مش مشكلة، الدين والدعوة يستاهل. الدين والدعوة أهم من غيرة النسوان. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى راضي عني واداني الأجر والثواب، وبدلني بالنار اللي كانت جوه جوفي بنار، نار بتشوي في جتتك يا كفرة. يا رب يا رب. مش كده أمال، اجمدي وصحصح يا بنتي. أبويا، إحنا مش قلنا يا فاطمة الامتحان صعب وطويل؟ صعب أوي يابا، بس جميل. مبروك يا حبيبتي، أديكي دلوقتي اطمنتي عليا يا فاطمة، وعرفتي إن اللي شفته ما كانش عذاب يا بنتي، دي كانت حلاوة، حلاوة الألم في قرب الحبيب. وحياة حبيبك النبي، وحياة حبيبك النبي، تسامحني يابا، أنا فهمت رسالتك غلط،
افتكرت ان ده الراجل اللي هيعوضني، ما كنتش عارفه ان هو الشيطان. اه ايه بتخطرف يعني ايه يا عز؟ بتخطرف بتخطرف يا مختار، مش عارف يعني ايه بتخطرف، يعني بتهلوس يا اخويا. مش عرفني انا بقى يعني. بص يعني هي خلاص بطلت تصرخ، ما بقتش تصرخ خلاص، بس تلاقيها مره تضحك مره ترغي مع حد. يعني ممكن مثلا تلاقيها عينيها زايغه في السماء كانها في عالم تاني، ما تفهمش يا اخويا بتكلم مين، كانها بتكلم عفاريت. لا انا خلاص خفت، لا خفت منها بجد، تصرف مليش دعوه. طيب طيب كفايه عليها كده، وحاولوا معاها كمان مره. اللي اقول له بتهلوس وخايفه وعفاريت يقول لي حاولي معاها تاني. احاول في ايه؟ انت بتقول ايه؟ خلاص ما بقاش في منها رجا، اتجننت، هبت منها خالص يا مختار. اتصرف بقى، اتصرف بسرعه. اتجننت؟ طب خلاص عز، خلاص انا هتصرف. انا بس هجهز المحضر بتاع اللجنه واخده واطلع على المقطم. وهتصرف. يلا مع السلامه. مع السلامه. رد بقى، رد أرجوك. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أنا طلعت يونس. أيوة هو ده الاسم اللي افتكرته. طلعت أنا مختار شيحة. طلعت أرجوك، أنا في كارثة، في مصيبة ومحدش هيخلصني منها غيرك، أرجوك. أنا معرفوش، ده كويس قوي إن أنا فاكرة اسمه، أنا فاكرة شكله بس كده. بقى الرقاصة اشتغلتك وضحكت عليك وكشفت أسرارك ولطشت كمان الأوراق بتاعتك؟ هي طبعًا. أنا سيب الدنيا كلها وجاي لك عشان تتريق عليا؟ أنا جشع تساعدني يا أخي. اهدى بس اهدى. مفيش أي مشكلة، هساعدك طبعًا. مفيش مشكلة ازاي؟ بقول لك المرة لسعت جالها هلاوس بتقول حاجات مش مفهومة. ولا يهمك تلسع، لو كانت لسعت بجد أو بتستعبط برضه هفوقها لك. ما أنا جاي لك عشان كده، شوف لأي دكتور عصبية ونفسية في المستشفيات بتاعتك. لا 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 لا، دكتور إيه؟ أنا جهزت منتجع لعلاج الأمراض العصبية، متأمن ومحدش يعرف طريقه، في طريق الواحات. طريق الواحات؟ أنا عارف المكان ده، ده بتاعه فيه حاجات. وفي ايه؟ وفي ده عروسه خشب شغاله تحت ايدي. واو اكبر، يعني المنتجع ده بتاعك؟ طبعا، وانا اللي بختار زباينه بنفسي. وفي ده مجرد كده كوم فلاش عشان خاطر الحسد. طلعت عايزك تدفنها، ارميها في المستشفى لحد ما تقر على مكان الورق. انا سمعتها على المحك، انا هنضرب في مقتل. ايوه بس فاطمة الروبي دي مش شخصية عادية. هكتب لك اقرار ان انا دخلتها المصحة، هعمل لك اللي انت عايزه. لو ماتت حتى اقدر اجيب لك شهادة وفاة بتشخيص طبيعي. شهادة وفاة طبيعية؟ ايوه. انت بتشك فيا ولا ايه؟ انت مش عارف علاقتي بالوزارة والمديريات؟ عارف. هايل هايل. طب ما نتمم بقى الصفقة اللي احنا فيها ديت، وعايز منك خدمة صغيرة، وفي المقابل هعمل لك ديسكاونت هايل. خدمة ايه؟ شهادة وفاة طبيعية، بس بقى المرة دي مش باسم فاطمة، باسم اللواء جابر عطوان. جابر عطوان؟ ابنه وقع في أزمة كبيرة شبه أزمتك دي بالظبط. اكتشف إن أبوه اتجنن، عايز يكتب فضايحه القديمة في مذكرات وينشرها. أعصابه فلتت وحاول يقتله. الراجل فطس فعلا وابنه أعصابه انهارت بعد ما اكتشف انه قتل ابوه. وبعدين اتصل بدكتور يعرفه، كان متورط في قضيه تزوير في الطب الشرعي عشان ينقذه من البلوه اللي هو فيها دي، ويحاول يطلع له شهاده وفاه طبيعيه لابوه في مقابل ان هو يساعده في قضيته. للأسف يا فاروق بيه، كان نفسي أساعدك. نعم، أنت جاي لحد هنا دكتور شوقي وتقول لي كان نفسي أساعدك؟ جاي تعرف سري وتخلى بيا؟ أنت ناسي إن قضيتك في إيدي وأنا الوحيد اللي ممكن. بالراحة بالراحة يا باشا، أبوك عايش لسه ما ماتش. عايش؟
مستحيل. مستحيل ازاي؟ بقول لك عايش، بس هو كان عنده هبوط حاد في الدورة الدموية، لكن الحمد لله عدت. الحمد لله. معرفش انا ايه اللي عملته ده واتغبيت للدرجة دي. عصبي فلتت مني. بص يا باشا، أنا هركب له محلول وساعتين هيفوق وهيبقى زي الفل. لا لا يا دكتور، هو ما ينفعش يفوق دلوقتي خالص. مش هقدر أواجهه باللي أنا عملته ده، وبعدين لو فاق هيرجع يفكر ناس تاني في نفس المصيبة دي. أنا يعني أنت عايز تموت أبوك تاني؟ معرفش يا دكتور، كل اللي أنا عايزه إن بابا ما ينفعش يفوق دلوقتي. آه أنا فهمتك يا باشا، أنا أقدر أساعدك. هتساعدني إزاي؟ شهادة طبية مكتوب فيها المذكور يعاني من هلاوس عصبية مع خلل نفسي من أي نوع، وننقله لمصحة مضمونة سرية محدش يعرف عنها حاجة ويتحجز فيها للأبد. ها؟ وطبعاً الدكتور ده وردهولك على المصحة الجديدة وخد حسنته. حسنته إيه يا دكتور مختار؟ ده الدكتور ده بقى من الفريق المعالج عندي في المصحة. يا محاسن الصدف. على فكرة أنا ما أمنش لحد يعرف مشروع حساس زي دوت، لولا أن أنت الدكتور مختار شيحة أنا ما كنتش قبلت حالة فاطمة وعرفتك أسرار شغلي. أنا كمان عرفتك سري. بص يا طلعت، أنا هنفذ كل اللي أنت عايزه، المهم الورق يجيني وتخلصني من الولية الملعونة دي. وفاروق عطوان نفسه برضو يخلص من الهم اللي هو فيه. احنا نتوكل على الله نعمل شهادتين وفاة طبيعية، واحدة للواء جابر وواحدة لفاطمة، والبلد بقت عاملة زي المشرحة دلوقتي، يعني مفيش اكتر من الجسس مجهولة الهوية. انا موافق. وبعد 6 شهور الدكتور مختار كلمني في التليفون وقال ان بطة ماتت وان جنازتها بكرة وانه حيدفنها في التربة عنده. وانت حضرت الجنازة يا مسعد؟ ولازم احضرها، لازم، دي بنت اختي ولحمة، كان لازم اروح اودعها. ايوة يعني انت شفت جثتها؟ لا شفتهاش. دكتور مختار قال انها محرجة، ان مفيش اي حد فينا بوشه النجس يطل عليها. ليه كده يا فاطمة؟ ليه ده اللي كنت عاوز اودعك واحب على رجلي واقول لك سامحيني؟ ليه؟ ما ماتتش يا مسعد، فاطمة عايشة لسه. مين اللي عايشة؟ فاطمة لا عايشة. بقول لك ايه يا باشا؟ عايشة. ما تضحكش عليا بسطر بقدرة يا باشا. عايشة ومحجوزة في مصحة سرية، واحنا بس اللي عارفين مكانها. تضحكوا عليا، تضحكوا عليا، لو فاطمة عايشة ودوني ليها. يا عم فوق بقى وركز معانا، وما احنا جايين شوقية ليه؟ هنرجع لك الفلوس والكباريه وكل حاجة، بس تيجي معانا الدكتور مختار وتقول له على كل حاجة أنت قلتها. أنا لا عاوز فلوس ولا عاوز أي حاجة. أبوس إيدك، أنا عاوز أروح لبطة. عاوز بطة أبوس على رجلها ولا ما معلش حقك عليا. بس يا مسعد اهدى. أهو يا مدام. هو أنت هنا يا مسعد؟ ورحمة أمي ما هتشوف النور تاني. هتوب قدامي. صدقت يا أستاذ؟ صدقت لما قلت لك إن فاطمة الروبي عايشة وإن سلمى ما بتخرفش؟ ومختار شيها حتة واحدة؟ أنا مش قادرة أصدق. أنا اللي مش قادرة أصدق. إزاي كنت شغال في الصحافة 7 سنين وما تعرفش حاجة عن خبر اعتزالها ولا خبر دخولها الإخوان؟ هو في حد كان فاضي الأخبار التافهة دي يا إنجي؟ أنا ما سمعتش غير الخبر بتاع وفاتها اللي انتشر في الجرايد. وحتى ده طلع اشتغالها، ده أقرب الناس ليها ما شافوش جثتها. بس في حلقة مفقودة في الكلام بتاع مسعد ده. الست دخلت الإخوان بإرادتها وأعلنت ده في كل حتة. إيه اللي بقى اللي يخلي مختار شيحة يخلص منها ويرميها في المصحة بتاعت رفيع حجاج؟ لا ده أكيد في حاجة. مستحيل، الكلام ده أكيد تخريف. تخريف إزاي يا دكتور؟ بقول لك شوقية لسه مكلماني دلوقتي وحكت لي على كل اللي حصل وقالت لي إنها خلصت مسعد من إيديهم. طب أنت ما عرفتش مين الواد والبنت دول؟ بيقولوا صحافة يا سيدي. صحافة؟ أيوة صحافة، يعني هتبقى فضيحة بجلاجل وأنت المسؤول عنها. ما تقلقش يا مختار بيه، مفيش فضايح ولا حاجة.
اطمن، انا قد كلمتي. انا كلمه فيهم؟ انا سلمتك الست دي من 5 سنين وقلت لي هتجيب السر بتاعها وما حصلش. قلت اتصرف واخرج بره الهوجه، لكن لو فاطمه الروبي ظهرت او الصحافه خدت خبر، كل اللي عملته هيجي على دماغه ودماغك، فاهم؟ مين في القصر ممكن يكون قل عقله واتجنن وهرب حاجه للصحافه؟ مين؟ سلمى شريف الخولي، بنت نزيله هنا في القصر. عارفها دي مره دخلت عليا وانا افتكرتها فاتت، ده انا كنت هخنقها واموتها. ما هي دي اللي دخلت الاوضه من وراك وخدت صوره مريم وجواب جابر، محدش غيرها يعمل ده. وليه تعمل كده؟ يمكن زعلانه مني علشان زعقت لها، مع اني مرات كتير انا قلت علشان اصالحها. لا هي بس مغرمه بالصحافه والفضول خلاها تدعبس وراك وتدور، عايزه تعرف حكايتك. لا بس ده مش فضول، لا دي سرقه. ايوه، وانت بتدافع عنها بقى عشان بتحبها. عشان بحبها؟ ايه ده، هو انا باين عليا؟ مين قال لك حاجه زي دي؟ توحه اللي قالت لي يا ناصر. شوف يا يوسف، انا مش هخبى عليك، انا فعلا حبيتها اول ما عيني وقعت عليها. الزمن وقف بيا وتهت في عالم تاني، رجعتني لورا 20 سنه، وشفت نفسي عيل فلاح في غيط ابويا قاعد في وسط الخضره وبتفرج على قرص الشمس في لحظه الشروق. اختصرت الالم والظلم وخيبه الامل اللي عشتها ورجعتني لحلم الطفوله. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، كلام الضرر ده وتقول عليا شاعر؟ ده انت الحبه اللي قلتهم دول يعملوا ديوان بحاله. ما انت السبب، القصيده الملعونه اللي انت قلتها دي فجرت كل اللي جوايا وضغرت على الجرح اللي مش عارف المه. وتلمه ليه؟ هو في احلى من وجع الحب وقسوته؟ مش بتاعتي يا يوسف، انا عمري ما حبيت قبل كده ولا مريت بتجربه زي دي. ومن الخيبه ان احب حد بيني وبينه السماء والأرض. أنا توحة يا دكتورة، بكلمك من الرقم الثاني. طب طمنيني يا توحة، وصلتي لحاجة؟ هي المرة دي كانت فايقة ومركزة قوي وافتكرت الحدوتة كلها حرف حرف. المهم الورق يا توحة، قالت لك فين مكان الورق؟ اهي دي بقى النقطة الوحيدة اللي جت وقطمت عندها، بقالي 3 ساعات برغي معاها لما قطعت نفسي. يبقى زفت، ارجعي لها تاني وعرفي فين مكان الورق. حاضر يا دكتورة، مع السلامة. الشغلانة دي بقى يا رب توب علينا بقى. حاولت والله يا دكتورة، وسمعت الحكاية كلها وبرضه مفيش فايدة. يبقى اتغبيتي يا زينب، أكيد سألتي أسئلة صريحة فشك فيكي ورفض يجاوب. والله ابدا ما حصل، ده هو اخد الحنبايه من هنا وقعد يكر ويفضفض لوحده من غير ما اساله ولا كلمه. وبعدين انا بقى انتهزت الفرصه وقعدت اساله بشويش كده، انت كتبت ايه في المذكرات الشخصيه بتاعتك؟ سكت شويه وبعدين هب في وشي وقال لي انت مين اللي مسلطك عليا؟ انت اكيد فاروق ابني بعت الجاسوسه عليا علشان تعرفي عني كل حاجه. مش هقول يا فاروق، لو حبستني في جحر وسلطت عليها تعابين الأرض وغربان السماء مش هتعرف كلمة واحدة من الورق اللي كتبته. مش هنطق بكلمة واحدة حتى لو موتوني. محدش بيموت ويرجع تاني. دي روحك متعلقة في أوضتك. عايز أعرف أنت جبت الأسرار دي كلها منين؟ مع إنك ملعونة وتستحق الحرق. الكرسي مش هيجيب افكت كامل في يوم وليله يا دكتوره. شفت اسرار كتيره مستخبيه ورا ستاره الزمن. دي راكبه 600 عفريت. انا في خطر ولازم تيجي تاخدني على طول. دلوقتي بس فهمت ليه شفت طيفك قدامي وانا بنتحر. ده انت جبت تاريخ ولسه كله في نص دقيقه. انا مبهور بالموهبه العظيمه دي.